بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كل الأنبياء بدون استثناء، والسلام علينا أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نأخذ آية كنا ذكرنا عدة مرات، أول قسم فيها وهو لتجدن، يعني بلام التوكيد وفعل التوكيد، لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا والذين أشركوا أي الكافرون. لزام إذن أي أمثال الكرب وأمثال العجم وأمثال الفرس وأهل مجر عباد النار. لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ونعرف التاريخ كله أغلب الأمم اللي جانا خبرها مشركة، ولان يعتبر الرعب من الاسلام وهو مشرك ولا يعلم انه مشرك، لانه يقول الله باللسان ولكن يباشر عباده الاصنام، المال، الصولجان، الجنس الحرام وله مجر. يقول لك مسلم، منين جاك الاسلام؟ اسلمت امرك لله ما تيسو ميا ديو، mais il faut parler franchement, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes une fausse umma islamique. والسلام على اهل الاسلام بالتمام والكمال.